بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم على المحاضرة دي عن الجزء الثاني اللي هو الكونتراست ميديا، وده برضو في الشابتر 1. طيب يعني ايه كلمة كونتراست ميديا؟ يعني ايه كلمة كونتراست ميديا؟ contrast medium, these are substances that increase the inherent contrast between tissues. يعني لما اجي اصور البطن كده، هل بشوف اقدر اميز بين المعدة، اعرف المعدة؟ لا، ما اقدرش اعرف، لكن بعرف بقدر اعرف مكانها التقريبي التشريحي، لكن عشان نشوف المعدة كويس لازم احقن فيها، اخذ العيان يشرب هذه المادة اللي هي كونتراست ميديا في المعدة، او مش او ايه اقدر ان انا اشوف المعدة كويس. وهذه الكونتراست ميديا بتستخدم في معظم الفحوصات الخاصة، وكل فحص له الكونتراست ميديا المناسبة له واللي بتؤدي الغرض من الفحص. ففي حاجات بتستعمل في سيستمز معينة، وحاجات تانية بتستعمل في سيستمز أخرى. طب إيه هي المواصفات بتاع هذه المادة اللي هي كونتراست ميديا؟ إيه مواصفات هذه المادة؟ إن هذه المادة of high atomic number، في هاي اتوميك نمبر، يعني الوزن الذري بتاعها عالي، وبالتالي بتبان في الاشعه. يعني انا عندي حته الخشبه لما احطها في الاشعه ما بتبانش، لان هي كلها بتتكون من كربون وحاجات زي كده، انما لو فيها مسمار هيبان في الاشعه، لان الاتوميك نمبر بتاعه بيكون عالي. فلازم تكون هذه الكونتراست ميديا او في هاي اتوميك نمبر عشان تبان معتمه قدامي في الاشعه. لازم تديني جود كونتراست، لازم تديني ايه؟ تديني جود كونتراست. لازم تكون non toxic to the patient، non toxic to the patient يعني غير سامة للمريض، safe يعني آمنة، safe يعني آمنة للمريض، لا تسبب له أعراض جانبية خطيرة، و easily excreted by the body، easily excreted by the body يعني الجسم يتخلص منها بسهولة، خلص منها بإيه؟ بسهولة. يبقى إذا الكونتراست ميديا بتديني، لازم تكون تديني جود كونتراست، تبقى نون توكسيك، سيف، ملهاش سايد افكتس كبيرة ولا اليرجيك رياكشن اكشنز خطيرة، ايزلي اكسكريتد باي ذا بودي، لكن ممكن يحصل بعض الرياكشنز الخفيفه اللي ممكن تحصل في بعض الاحيان، نتكلم عليها بعد كده. طب ايه انواع الكونتراست ميديا؟ هي انواع الكونتراست ميديا، هنتكلم مثلا على الكونتراست ميديا اللي بستخدمها في الجي اي تي. جي اي تي يعني العيان بيبلعها، يا يعني اما العيان بيبلعها او العيان بتتاخد عن طريق الايه الشرج. اشهر حاجه اللي هي الايه الباريوم سلفيت، سلفات الباريوم دي اكتر حاجه بتستخدم، واكتر حاجه نسبيا رخيصه نسبيا. وهذه الباريوم سلفيت دي بيجينا على هيئه ايه باودر، على هيئه باودر، وهذا الباودر بنحب نعمله محلول بدرجه متفاوته، يعني باودر عامل شكله شكل الدي كده. لكن انا لو جبت شويه دي وحطيتهم تحت الاشعه مش هيبان حاجه، لو جبت شويه باريوم وحطيته بودره الباريوم ده وحطيته تحت الاشعه هتبان قدامي كومه الباريوم دي موجوده في الاشعه. يبقى دي عباره عن باودر، وانا ساعه الفحص بقى عده، يا اما اعمله محلول بتركيز اللي انا عاوزه، واحد باريوم الى 2 ميه، واحد باريوم الى 1 ميه تديني عجينه، واحد باريوم الى 2 ميه هتديني محلول مركز شويه، واحد الى 3 ميه محلول اخف شويه، واحد الى 4 ميه هتديني محلول اخف اكتر، وهكذا. يبقى ده ايه الباريوم سلفيت.
وبعدين في حاجات بتيجي في السوق جاهزة، حاجات بتنزل في السوق جاهزة. ميزة الحاجات الجاهزة اللي في السوق إن هي بيجي المحلول في العبوة بتاعته معد جاهز، فبتبقى الحبيبات بتاعة البريم بتبقى مطحونة كويس، بتبقى مطحونة كويس، فتقوم ما تعمليش حاجة بنسميها اجريجيشن جوه الجسم، تتجمع جوه الجسم، تكلكع يعني، تعملي حبيبات كبيرة. النقطة التانية انها يبقى لها طعمها كويس، يبقى طعمها كويس. ده بالنسبة للعبوات اللي بتيجي جاهزة. لكن انا لما اجيب باريوم واعد انا احطه شوية بجهزه، انا بيبقى طعمه يعني ايه، نسبة فيه يعني ايه مقارب الى المواد جيرية معينة كده، عامل زي الجير كده. لكن يعني ممكن ان هو يتبلع عادي مع المريض، يعني المريض بيبلعه عادي او بيشرب المحلول الباريوم عادي عشان يعمل هذا الفحص، لان طعمه ما هوش بالقدر المنفر يعني. ده بالنسبه للباريوم، الباريوم صلفيت يا بودر يا بيبقى ريدي ميد بيتباع ايه، بيتباع جاهز. هذا الباريوم صلفيت بيكون اوف هاي دنسيتي اوف لو فيسكوسيتي، يعني اللزوجه بتاعته بتبقى قليله مش عاليه، اوف هاي اتوميك نمبر زي ما قلنا، انرت، نون توكسيك، نو ادفيرس رياكشنز، بيخش في اعضاء الجهاز الهضمي، يعمل كوتنج للميوكوزا الاغشاء المخاطر للجهاز الهضمي بيطنه كويس. وقلنا اعداد الباريوم بنحله في ميه، لكن لما نيجي نحله في ميه لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه، بحط الباريوم الاول وبعدين احط الميه بالتدريج على حسب الكونسنتريشن اللي انا عاوزه. انما لو حطيت الباريوم ما ينفعش املى كوبايه نصها ميه وبعدين احط عليه الباريوم، لا، بحط الباريوم الاول وبعدين احط الميه. النوع الثاني بقى من الصبغات اللي بتستخدم في الجهاز الهضمي اللي هو ايه، الجاستروجرافيا. جاستروجرافيا ده بيجي على هيئة عبوات في زجاجات، وهذا ودي عبارة داخل فيها مادة اليود، أيودين مادة. طب ليه بنستخدم اليود مش مواد تانية؟ لأن برضو اليود اوف اي اتوميك نمبر، ودي بيكون طعمها حلو بقى طبعا، جاية في زجاجة وعطينا طعمها حلو، حطينا عليه مواد تكسبها طعم كويس، والعيان ممكن ان هو يشربها. لكن امتى استخدمها؟ يا سلام، ممكن يشربها عن طريق الفم او بحقنا عن طريق الشرج. اساسا استخدمها في حالات الاطفال لان الطفل مش هيستسيغ الباريوم العادي. نمره اتنين في حالات الكبار، او الناس الكبار او في السن برضو في عنده مشكله في البلع وكده، وهيبقى برضه بقى استعمله في حالات الكبار. نمره ثلاثة، لو انا عندي اشتباه ثقب في المريء او اشتباه ثقب في المعده، بخاف ان انا ما ينفعش ادي البري، ما ينفعش ان انا ادي البري، لان البريم لو خرج من هذا الثقب ودخل الى في من خلال المريء مثلا، دخل في خلال الصدر، هيبقى بريم في الصدر، هيعمل له مشكله في الايه، في الصدر. دخل في عصل من خلال ثقب في المعده، هيعمل لي بيروتورايتس. في هذه الحالة ممكن إن أنا أستعمل الجاستروجرافي. الجاستروجرافي في حالة الأطفال الصغيرين، الناس الكبار أو في السن، الناس اللي عندهم موانع لاستخدام الباريوم. الناس اللي عندهم موانع لاستخدام الباريوم. وده بيخلينا إن إحنا نسأل نفسنا سؤال، يعني إيه هي الموانع بتاعت استخدام الباريوم؟ موانع اللي تخليني ما استخدمش الباريوم ايه هي؟ نمره واحد، جي اي تي بيرفوريشن، زي ما قلنا حصل ثقب في الجهاز الهضمي، في المريء، في المعده، في القولون، حصل ثقب في الجهاز موجود او متوقع ان يبقى فيه ثقب في الجهاز الهضمي، او عيان لسه عامل عمليه خلال فتره قريبه، فمتوقع ان مكان الجراحه الخياطه ممكن يبقى متوقع. عيان مثلا لسه عامل عينه من القولون مثلا او من الجهاز الهضمي، واقوم انا جاي تاني يوم على طول اعمل له احقن له الباريوم، لا، بيفضل احنا نستنى على الاقل 6 اسابيع.
افتر بايوبسي، على الاقل 6 اسابيع افتر بايوبسي. لذلك بقول لك لازم نسال العيان، عملت منظار، عملت خد منك عينه، لا استنى 6 اسابيع، لان هو ممكن مكان العينه ده هو مع اثناء الاشعه، او ممكن يكون حصل ثقب مكان العينه احتمال بسيط، فانا ما ادخلش العيان فيه. يبقى نمره واحد جي اي تي برفوريشن، يبقى نمره واحد جي اي تي برفوريشن اللي هي موانع استخدام البري، جي اي تي برفوريشن. نمره اتنين كومبليت انتستاينال ابستراكشن، يعني لو عيان عنده انسداد معوي كامل هديله بريم ازاي؟ ما هو مش هيمشي، مش هيخرج، وممكن البريم يخش على الانسداد المعوي يزوده، لو انسداد غير كامل يحوله لانسداد كامل، لو انسداد كامل هيزود يطول المسألة ويصعب العلاج شوية. نمرة ثلاثة الرجي تو باريوم، الرجي تو باريوم، هذا العيان عنده حساسية للباريوم ده قبل كده ولا لا. نمرة ثلاثة، نمرة أربعة بيروتونايتس، أربعة بيروتونايتس يعني التهاب في الغشاء البريتوني. خمسة ديبليتيتد بيشنت، عيان ضعيف جدا وكبير في يعني مش قادر يتعاون معاي، او عيان انكونشس، انكونشس ده هيبلع البريم ازاي وهيتحرق، يبقى صعب اجراء الفحص. تمام. طبعا في خلال في البريجننسي ده كونترا انديكيشن تام لاستخدام البريم، بريجننسي لان طبعا هي بريجننسي ده كونترا انديكيشن للاشعاعات عموما بما فيها هذا، بما فيها الايه، بما فيها البريم، بما فيها البريم. قلنا اعداد الباريوم، بجيب الباريوم بجهزه في محلول، بخففه بالميه على حسب التركيز اللي انا عاوزه، وده بستعمله بالفحص يا اما سنجل كونتراست او دبل كونتراست زي ما هنتكلم بعد كده في الايه اثناء فحص المعده والقولون. هل في احتياطات معينة؟ لا، بعد الفحص ممكن أخلي العيان يشرب سوائل كتير عشان خاطر تساعد في إخراج هذا البري. هل ممكن تحصل كومبليكيشن؟ شوية ابدومينال ديسكمفورت، تعب خفيف في البطن، ده قد يحدث نادرا يعني. لو حصل بيرفوريشن وقلنا ازاي لازم نحتاط لها، بناخد تاريخ مرضي كويس للعيان. النقطة اللي بعد كده انه ممكن يحصل allergic reaction، وده very very rare يعني لو حصل allergic reaction للباريوم صلفي. طيب في صبغات اخرى بقى اللي هي بتستخدم في الجهاز البولي وفي الشرايين والحاجات دي، دي iodinated compounds، الصبغات الاخرى اللي هي iodinated مركبات، داخل فيها مركبات اليود، داخل فيها مركبات اليود ايودينيتد كومباوندز، وده بتبقى يعني ايه هذه الايودينيتد كومباوندز داخل فيها مركبات اليود، ودي اللي بنستخدمها في صبغات الشرايين والامبولات المتاحه حاليا. في كذا نقطه لازم نبقى عارفينها. هذه المواد بالنسبه للاوزمولاريتي بتاعتها ايه، يا اما هاي اوزمولاريتي او لو اوزمولاريتي او ايزو اوزمولاريتي. اوزمولاريتي اللي هو ايه يعني، اللي هو زي ما انا بجيب مثلا نص كوبايه ميه واحط فيها 5 6 معالق ملح، او احط هيبقى دي غير، هيبقى ده ملح، ده هيبقى دي هاي اوزمولاريتي. لو اوزمولاريتي احط فيها معلقه واحده، ايزو اوزمولاريتي حطيت فيها معلقتين، يبقى ده ايه بالنسبه لان ده اوزمولاريتي بيساعد على انتشار على الايه جوه في الجسم، بيعمل خلل في مسألة توازن المياه داخل الجسم وهكذا. فلازم تكون يا إما يفضل يكون عندي أفلو أوزمولاريتي، أفلو أوزمولاريتي. أيونيسيتي درجة التأيون بتاعتها، عندنا نوعين، يا إما أيونيك أشهر حاجة اليوروغرافين، أشهر حاجة اليوروغرافين، او نون ايونيك اشهر حاجه زي الاومنيبيك والالترا فيست كذا حاجه. فاليوروغرافين كنا بنستعمله ايام زمان، كنا بنستعمل دايما الصبغه اللي كانت متاحه عندنا ايام زمان من كانت اليوروغرافين، دلوقتي ما عدناش بنستعملها، ما عدتش موجوده الا في حالات نادره، حقن مباشر في ناسور في حاجه زي كده يعني، لكن الوقت اللي موجود واللي بنستعمله كله كلها حاجات نون ايونيك.
والنون ايونيك دي لها اليرجيك رياكشن قليل قوي 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 بالمقارنه بالايونيك كونتراست دي، يعني الاليرجيك رياكشن يكاد لا يوجد الاليرجيك رياكشن. طيب الروتس اوف ادمنستريشن اوف ذا كونتراست ميديا، يعني العيان بتتحقن ازاي؟ قلنا بتاعت الجي اي تي، العيان يا بيبلعها يا عن طريق الشرج. طب دي الايودينيت كونتراست ميديا، يا اما كلها عن طريق الوريد، عن طريق الوريد. لو بحن في مجرى البول او صور مجرى البول او المثانه من تحت، لو بحقنا في خلال ماسور شرجي، لان دي كل دي معرض انها توصل للجهاز الدوري، دي كلها معرض انها توصل للجهاز الدوري. طبعا هي اخر حاجه يقول لك نمبر اوف بنزين رينجز، يعني هل دي زي البنزين رينج اللي كنا بندرسها في الكيمياء زمان، يا اما دي بنزين رينج واحده بنسميها مونومر او اكتر من واحده، يعني دي في التركيب الكيميائي مش عاوزين نتعمق فيها. طب بالنسبه للفيسكوسيتي، هل نفضل حاجه هاي فيسكوسيتي ولا اوف لو فيسكوسيتي؟ يبقى لا طبعا يفضل حاجه اوف لو فيسكوسيتي. يبقى اذا النقط هي هنقول جود ايودينيتد كونتراست ميديا، يبقى في لازم يكون لو اوزمولاريتي، نمرة اتنين نون ايونيك، نمرة تلاتة لو فيسكوستي. لو اوزمولاريتي، نون ايونيك، اند لو فيسكوستي، دول التلات حاجات، تلات نقاط المهمين. طيب الانواع ايه المتاحة عندنا بقى؟ الانواع ايه المتاحة عندنا؟ اللي هو يا اما اويل كونتراست ميديا، اويل كونتراست ميديا، يعني انا جبت الايودين ده هو وبوشته في زيت، بوشته ايه في زيت، يبقى دي اسمها ايه؟ اويل كونتراست ميديا. وده طبعا ممنوع ان انا احقنه انترافينوس، ممنوع اطلاقا ان انا احقنه انترافينوس. يبقى النوع الاولاني اويل كونتراست ميديا، وده ممنوع ان احقنه انترافينوس. طب مثال له زي اللي بيدور، ودي موجوده في السوق، بتبقى يعني غاليه غاليه شويه، وكنا بنستعملها ايام زمان قوي في تصوير الرحم بالسبب هيستروسبنجوغرافي، كنا بنستعملها زمان في ايه؟ في تصوير الرحم في الصبغه. وبعد كده لكن هي حاليا الاستخدام الاساسي لها في حالات الايه؟ علاج اورام الكبد، بنقوم نخش بالقسطره لحد الورم ونقوم حقنين الماده دهيا في الشرايين التي تغذي الورم عشان نقفلها. يبقى انا قفلت الشرايين كده هو بماده ايه؟ بماده زيتيه. اقوم حتى لما اجي اصور اخد صوره اشعه بعد كده، هلاقي الايه؟ هلاقي المكان الورم والحاجات ده هي مليان بالماده الزيتيه اللي بدور اللي فيها ايودين، والاقيها ايه؟ باينه قدامنا منوره في الاشعه، وعطيالي إيه؟ حته معتمه في الاشعه او راديو اوبست. يبقى النوع الاولاني اللي هو اويل سولبل كونتراست ميديا زي اللي بدور، وقلنا ما عدناش بنستعمله الا في بعض حالات علاج الاورام. النوع الثاني اللي هي ووتر سولبل كونتراست ميديا، ووتر سولبل يعني كونتراست ميديا هو بايش في الماء، يبقى اذا ده ممكن احقنه انترافينس، ممكن احقنه في العرق، ممكن احقنه جوه العيان وما فيش اي مشكله فيه. يبقى دي عباره عن ايودينيتد كومباوندز ذات ار ووتر ايه؟ ووتر سولبل. تمام. الووتر سولبل كونتراست ميديا دي اللي هي زي الجاستروجرافين اتكلمنا عليه قبل كده، لكن دون بيشر الامبولات زي الايه؟ زي الايونيك او اي نون ايونيك، يونوجرافين ايونيك، نون ايونيك زي الالترا فيست او اومني بيك. يبقى دي ايودينيتد كونتراست ميديا يا جاستروجرافين ده زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، يا اورال يا ريكتال، انترافينس نوعين، يا ايونيك ما عدناش بنستخدمه، يا نون ايونيك هو اللي بنستخدمه دلوقتي. يبقى ايودينيتد كونتراست ميديا بتتحال انترافينوس اللي عباره عن ايه؟ النون ايونيك كونتراست ميديا. طيب نقول بيشنت ات ريسك اوف كونتراست ميديا رياكشن، يعني العيانين لهم مخاطر كونتراست ميديا رياكشن. نمره واحد عنده بريفيوس رياكشن تو كونتراست ميديا، يعني عمل قبل كده وطلع عنده بريفيوس رياكشن، حصل شويه رياكشن لكونتراست ميديا، يبقى ده لما يجي يعمل بعد كده معرض ان يحدث له رياكشن 5 إلى 6 مرات اكتر من الشخص الطبيعي، لانه حصل عنده رياكشن خفيف قبل كده، فممكن المره اللي بعد كده يحصل له رياكشن
خمس إلى ست مرات أكتر. لكن برضو زي ما قلنا قبل كده إن هذا الريسك بيكون أقل قوي في حالات النون أيونيك كونتراست ميديا من 1 إلى 5%. طيب النوع البيشنت التاني اللي ات ريسك اللي هو allergy to some medications or food، يعني عيان عنده حساسية لبعض الأدوية ولبعض الأطعمة، لبعض الأدوية ولبعض الأطعمة، ده ممكن هو من العيانين اللي هو ممكن قد يحدث لهم رياكشن. اللي بعد كده نمرة ثلاثة برونكيال أزمة، العيان اللي عنده برونكيال أزمة، لأن الأزمة دي عبارة عن نوع من أنواع الحساسية، نوع من أنواع الحساسية allergy to some substance، ده ممكن هو قد يحدث له رياكشن أكتر من العيان اللي ما عندوش برونكيال أزمة، ودي بتقول بيزود الريسك بتاع الرياكشن 4 إلى 6 مرات على الشخص العادي. طبعا الايج، العيان اللي أقل من 5 سنين واللي فوق 60 دول at higher risk of developing contrast media reaction، دول at higher risk of developing contrast media reaction. طب هنيجي للايتم اللي بعد كده اللي هو patients اللي احنا محتاجين، العيانين اللي بنحتاج نعمل لهم فحص كرياتينين، العيانين اللي بنحتاج نعمل لهم فحص كرياتينين قبل ما نعمل العيان ندي العيان كونتراست ميديا. طبعا السن زي ما قلنا سن الصغير والسن الكبير. نمرة 2 عنده history of kidney disease، عنده تاريخ مرضي، يا عنده يا في العائلة لحاجة مشاكل في الكلى أو فشل كلوي أو غسيل أو شايل كلي أو زارع كلي، يبقى دون إيه يا لازم نعمل لهم كرياتينين. الناس الدايبيتكس الناس اللي عندهم سكر، الناس اللي عندهم إيه سكر، لأن السكر زي إيه السكر ممكن يبقى فيه برضو يعمل شوية إصابات للإيه، في شوية حاجات ممكن تحدث في الكلى وكده. نمرة 5 الهايبرتنش، العيانين اللي عندهم ضغط، لأن هو الضغط ده ممكن هو يكون ناتج عن مرض في الكلى، أو ممكن الضغط يؤدي إلى تغيرات معينة في الكلى، فلازم برضو أعمل له كرياتينين. عيانين اللي بيحصل لهم بارا بروتينيم، يعني في بعض الأمراض المعينة زي مالتيبل مايلوما بيفرز بروتين معين في البول وبيعمل له اختبار ونشوفه، هذا المرض بيصيب الأجهزة المختلفة في الجسم خاصة الجهاز الحركي العضل، وبيبقى فيه شوية تغيرات في العظام وكده، وفي بروتين معين بيفرز في البول، فدول لازم نعمل لهم كرياتينين. عينين اللي بياخدوا أدوية علاج كيماوي، بيتعالجوا من علاجات كيماوية، بيتعالجوا من كورتيزون، بياخدوا أدوية روماتيزم لمدة طويلة، دول برضو فدي مجموعة كبيرة، يعني لازم دول لازم يتعمل لهم فحص كرياتينين قبل ما يخش الاكزامينيشن. طب ايه موانع استخدام الكونتراست ميديا اللي هو ايه؟ نمرة 1 سيفير بريفيوس رياكشن، بس العيان طلع ان عيان عنده عمل قبل كده واخد وعنده سيفير كونتراست رياكشن، ولما عمل له لما حصل هذا الكونتراست رياكشن دخل العناية ودخل مش عارف ايه واستمر معاه مدة، لا يبقى دون ايه ما ادلوش هذا الكونتراست ميديا خالص. طب اعمل له ايه؟ اديله نوع اخر من الكونتراست ميديا، نوع اخر من الكونتراست ميديا. خلاص عيان عنده سيفير رينال ديزيز، عنده سيفير رينال فيلير مثلا وتليف على الكلى او زارع او لا، ده خلاص ده من الاساس ايه ما يعني ايه ما ندروش كونتراست ميديا، وبيعد دراسة الحالة مع الاطباء المعالج والطبيب الاشعة وهكذا. طب هل نقدر نعمل بروفيلاكسيس اوف ذا كونتراست ميديا رياكشن؟ يعني بقدر الامكان نقلل من هذه التفاعلات النادرة التي قد تحدث. في بعض الحالات بعض الناس يقول لك نعمل اختبار حساسية نديله صمت كده ونستنى عليه شوية ونشوف، في ناس يقولوا خاصة العينين اللي عنده رياكشن قبل كده حصل رياكشن خفيف أو قبل كده ممكن نديله حقنة كورتيزون قبل الفحص، أو ممكن نديله حقنة أنتي هيستامينك قبل الفحص بساعة،
ويفضل ان لو قدرت اعرف نوع الكونتراست ميديا واديله نوع تاني مختلف اوف لو اوزمولاريتي عنه شويه يبقى احسن. وتبقى النقطه المهمه جدا ان انا ريديوز ان اكزايتي اوف ذا بيشنت، ان انا اطمن العيان، ان انا اطمن العيان. فدي نقطه مهمه جدا بالاضافه للحاجات اللي ايه الحاجات اللي فاتت. يبقى العيان اللي عنده بريفيوس رياكشن خفيف ده ممكن ان انا بشويه بريكوشنز كده ادي له كونتراست ميديا مع بعض الاحتياطات. عنده سيفير رياكشنز هغير الكونتراست ميديا خالص، ولازم اكون واخد احتياطاتي وجنبي حد من العنايه المركزه واقف معايا واطباء واقفين معانا واللي بيحن وطبيب الاشعه بيحن الصبغه واخد كافه الاحتياطات بتاعته. طب ايه بقى الادفيرس رياكشنز تو كونتراست ميديا؟ طبعا هي الرياكشنز ده هي قليله برضه مع النون ايونيك اللي احنا بنستعملها، الايونيك قليله جدا جدا، لكن ممكن نقسمها الى 3 مجموعات. يا اما مايلد رياكشنز اللي عباره عن شويه هرش، شويه نوزيا، غمامان في الجسم، شويه فوميتنج ممكن يحدث معاها. طب دي بنعالجها ازاي؟ شويه رياكشن شويه المايلد رياكشنز ده هنديله انتي هيستامينك ونستنى شويه، او ممكن نديله كورتيزون، ودي غالبا بتخف ونوقف الحقن وبعد كده نستمر في الحقن. طيب لو في مودريت رياكشن يعني ايه؟ يبقى الارتكاريا زياده شويه، حصل شويه ضيق في التنفس، حصل شويه تغير في ضربات القلب سواء القلب ضرب بسرعه او بقليل او حاجه، دي تغيرات دي ايه برضه هوقف الحقن خالص، هوقف الحقن خالص وهدي للعيان برضه كورتيزون وانتي هيستامينك واستنى الحق، استنى مده ما اشوف الامور بتاعتي هتسرع. لو العيان اتصلح بقى كويس هستمر في الحقن وبدي حقن الكونتراست ميديا بالراحه. انما بيبقى المشكله عندنا في السيفير رياكشن بقى، السيفير رياكشنز ارتكاريا شديده، اديما، تورم في الجسم وتورم في الجهاز التنفسي وبالتالي صعوبه في التنفس وتورم في الاحبال الصوتيه، الاقي صوت العيان بقى خشن وهو بيتكلم وانا بكلمه كده، الاقي صوت العيان بقى خشن نتيجه تورم في الاحبال الصوتيه، اديما في الاحبال الصوتيه وصعوبه في التنفس وهبوط في القلب وتغير في ضربات القلب. فده السيفير رياكشن على طول ده. طب وده قد يكون فيتال للمريض. طب ازاي بعالج بقى الرياكشن؟ يعني لو جالي اي رياكشن عيان زي ما قلنا قبل كده هنديله الحاجات اللي قلنا عليها اللي هم انتي هيستامينك وكورتيزون. نمره 1 كيب ذا اي في لاين، يعني الكانيولا نسيب الكانيولا راكبه زي ما هي، بعد ما نحقن الصبغه بخلي الكانيولا راكبه زي ما هي ما بشيلهاش. تشيك اي بي سي اللي هو الاير واي يعني مجرى التنفس والتنفس والدوره الدمويه. كول فور هيلب، يعني اول حاجه بخلي الكانيولا زي ما هي، بدل عيان الكورتيزوم والانتي هيستامينكس، لو عندي اكسجين بدل عيان اكسجين في القسم، وفي نفس الوقت يكون ايه بستدعي الناس المختصين في العنايه المركزه واللي يقف معانا. ممكن ان انا احتاج طبعا ادويه اخرى، لكن انا اللي مسموح لي ان انا بديه اللي هي انتي هيستامينك وكورتيزون، لكن لو في ادرينالين مثلا بستعمله بسيب الطبيب العنايه هو اللي يستعمله، لانه بيحتاج في جرعات يتخفف بجرعات معينه ويتعطى بطريقه معينه، وقد يكون له تاثيرات على الضغط والقلب وهكذا. طب هنيجي النقطه الاخيره اللي هي ايه الامرجنسي تريتمنت بقى، الادويه امرجنسي تريتمنت. هذه الأدوية لابد أن تتواجد عندنا في جسم الأشعة، في قسم الأشعة اللي هي الأنتي أليرجيك دراكس. أنتي أليرجيك دراكس اللي هي الأنتي هيستامينكس، كورتيزونات، أدرينالين، كالسيوم، أمينوفيلين، أتروبين، محلول ملح، كل الحاجات دي. ولما جمع الحاجات دي كلها حاجات رخيصة مش غالية، ولكن لابد أن تتوافر في دولاب الطوارئ عندي في قسم الأشعة قدامي. معروف ان في ده دولاب طوارئ، وفي بعض الاقسام بيقوم جاي يجيب لك كمان ايه حاجات انستيزيا، ترابيزه انستيزيا صغيره تبقى موجوده عندي في قسم الاشعه جاهزه، و انبوبه اكسجين صغيره، بحيث لما يجي عندي طبيب العنايه يجي يتعامل مع الحاله يبقى في عندي كافه الحاجات ادويه الطوارئ اللي عندي موجوده مع الحاله.
تمام، احنا هنا وصلنا لنهاية المحاضرة بتاع كونتراست ميديا، بنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.